يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين كجر لي فصل كل حد في بداية السبغ وقدره وترتيبه مرنا وأسبابها نفله كوانتقالاني مرنا وإليس حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر لي فصل كل حد في بداية السبغ وقدره وترتيبه وعشاق رحمه الله تعالى وينبغي وحابون أن يعلق السبق عشر كينه قرو أيا وليسن بعد اللبض قبى شيء ولعادتي كعلين دويت كثيرا انبضا وكعليين فإنه تعليق يقرد أسي نافع جدا مد نافعه واحتر وين له وي ولا يكتب المتعلم قفقي متعلم يا قري ما هي شيئا وح لا يفهمه أن فهمين فإنه محير يورثه وحو دارينيا أما ودا حلسيني كرالة الطبع طبعي مرقى دال الديسة إيه نوغي ديسة أيو مرقى دارينيا ويذهب وحو تكسيني الفتنة تفانكي ويضيع الأوقات أوقاتي واختيال كينا وحلينيا يقول مينيا وعشاقه إنه قصه هذا لي فصل يا قيبتي هوري عشر كبلا بديسي وإنه قصه هذا لي قدر كيلا لكي سينا يي إيا سيدي مركا لو آخر السنة يي لورها عني يلو قوع العلينا يي أيو مركا هلكنا إنه كود حشرني مركا وعر شاق وينبغي وحا بونو في عن أن يعلق السبقة أرديك إنه قرى عشر كي بعد الضبط والإعادة كثيرا إنتي والضبط يي آو قبتي إن بدنا وكوع العلي يي آو راعضي إنه قرى يا ونكسا فإنه محير تعليق يقري داسي نافع مد نافعه واحتري هوي جدا آذي اللحاد يا مريا قراني يا حفظ الله أنبا مد واحتري هوي تعليقا وحا مرقى لغوا تعبير كي يحي قرد او وقت يهر وحا يحيين شيخ مرقى يلا دقي سنجري دواتنا شيخ يحي مرقى كحفظي چرين كدبنا مرقى وقري چرين اما انت مرقى دي عشر قوص عني يحي قري چرين او تعليق يحي لغو مقعب چرين مرقى اما من قورين ان لغو سميو درسكي يوحيات غادتي إن من قرين إيا قرين مركا إيا قرال مركا لغو سبايو سيدا مركا المرخص الصبوري أي مركا هدى حليادا أي لغو مقعابا أي مركا درس كين لخلاسيو صبورة لغو قرو تاس أي مركا وناكسا محايا ريوحو ليه فإنه نافع جدا شيء نافعه مركا واحتري ولا آذي لحاد وحطر أيام وأي وحو مرقى قفقون إنتو مرقى دقيسا أمدك تأولي بقرآن القصبة آذي الحاد بوسي سقنان أيام سادر أدد بادتك مرقى قرآن قال له إيه رنجري الله حم مرقى كو قرنجري أي مرقى مدير وكوبا أي كو حفيدي جرين قفق حديثة أنو قرين وحلقية وإنان مسكح حديثة إن بدن أنو قصي سقمن ده كتب ورابادن ومانتا يعني علماء ديوهر عيلا حيين وقال كود هذا اي تحت طبعيهين وتعليقة فلان وليه ما يبقى الشافعية ده وكاله كتب هذا تعليقات ليلة هذا وعلمات مركز ساعة يقرير اياه
هذا تعليق أبو طيب وكره أيام مركا هذا لطابع يطابع عددي أي سعوديو جمع الإسلامية هي أي طابع أنا أردي هذا مركا لجوسي أي مركا هنا هنا يتحقيشيان محمد بن مركا شيء وتندي تنبيه أبو كسر جابين أي إن شيراسي وكسر جابين أي تعليقات بدر وكتب بدر وما عاشتة أي شيرين وعلي ولا يكتب المتعلمه قفقة متعلم جاي يقول ما هي الشيء واحد لا يفهمه أن فهمين مقريه محيّل فإنه يورثه وحد حال السيرة يا أو شيء يسوقه يا كرارة الطبع إذا بعدي سمر جايو دالد مركا يوم نوجد أيوه كير يا ويذهب الفطنة فهن كينا وتكسينا يا ويضيع الأوقات ويضيع أوقاته أوقات يسينا وحلينا يا يو لأنه وحن فائدة كتشر أيوه مركا دي عبث يعير وقته كل مية أيين غنيسا وينبغي وحبنا أن يجتهد إنه كنت ذلك في الفهم من الأستاذ إنه مركا أستاذ يشاغ كفهمه أو أما بالتأمل وتفكر وكثرة التكرار أما إنه مركا يعني كنت ذلك أفيرسي إيا مركا كفكرد إيا كوع العلم وربضا فإنه إذا قل السبق عشر مركو يراده وكثر التكرار وكوع العلم رأي بضطو إيا والتأمل وفيرسي يدرك وهليل إياه وفهم وقبر إياه ويفهم وأن فهم إياه فقد قيل وحليلي حفظ حرفين لبح ربوض حفظ ذو أي خير كخير بضن من سباع وقريني لبرهر لبأورهر كود وقد مركا نقيسته وفهم حرفين لبح ربوض فهنته أي خير كخير بضن وكفعا من حفظ وقريني لبأورهر كود وقد مركا حفظ ذو وإذا تهاون مرق فضيت صدو في الفهم فهمك مرق فضيت صدو ولم يجتهد أن كنت مرة أو مرتين يعتاد ذلك كاو كعاد لقريا فلا يفهم الكلام اليسير هذا الخير مرك فهم ما يو فينبغي وحابون أن لا يتهاون في الفهم فهك إلى رفضيت صدو بل يجتهد واد ذلك ويدعو الله إله مبري ويتضرع إليه إسقى يسل ليسل بهم بهن فإنه يجيب إلهي وأجيب يا من دعاه كمرك إسقى بريويا ولا يخيب مهو جني من رجاه ساكر جيين إلهي مهو جني وعشاق لا يهي وينبغي وححبون أن يجتهد قفك طالبك إنه كنت ذلك في الفهم من الأستاذ إنه مركا أستاذك سيدي وقفهم لها أوحى ولا يحيى وحى الشقي وقفا منها وإن اجتهاد يد ذلك بحيا أو أما بالتأمل وإن كد لا تأمل يا فيرسي إن كسب يا وحى مرقى أستاذ كلي وتفكر يا إن كفكر وكثرة التكرار يكع العلن يرعى شفر بضل إن كسب يا فإنه معير حالي شأن يا أبو ليه إذا قل السبق عشر مركو يرادو وكثر تكرارك على العلم درأي بضطو إيه والتأمل أفيرسي أفيرسي يدرك عشرك وهليري وقبري ويفهم ويفهم وأن فهمي ودعي مركا وإن كد ذالا إن مركا مركا الآخرين إن دقيسو وأن ملك رقبن ملك لأوبح وحكرا أنكم مشغول مركا دنبا مركا وإن تأمل يتفكر يرى عشيك على العلم وربضان وإنه الصبيعية عشر كنواكين سويل دوين يرادا وقدر وحل مر أمال وجه المركو كعلي صار عضو وقبنا يوين النقضاء مركا حدود دي عشر كنواكين يرادك وعلى العلم دي نبضة تي وفيرسي وحي مركا وقبنا وفهمي وإن أنو انتو يسكون لابون دي مال انتو قالون عشر كيالكي لغا قاذيون أنو هدنا ديدين قيل وحلي لحفظ حرفيني لبا حرف أما لبا كلمدود إناد حفظ ذو أو أدقبتا خير كخير بدا من سماع وقريني الوقر وحل إلى الحمل الثقيل يعني الرركع لصبا اللي إلى هذا ولبا الرركع مركع أور لقرها رو أي اللي إلى هذا مركع إناد حفظ ذو أو تكالك أقبتا لبا حرف أما لبا كلمدود أي وحي كاقفي عنيهين إناد مركع دقيستو أو أد مركع سامعو نقوتو يعني وح كتب لبا يعني أور أما لبرة مركب بوحين إيسا
inaad dhegaysato ood saamic u noqoto oo dhegahan wax ku qaadato oo markaad kadiga ka baxdana aanay waxba kaaga duulin taa waxa kaaga fiican adigoo laba xarab ama laba kelmadood yacni iska xifdi oo qora ka qabta wa fahmu xarfayn laba xarab oo aad fahantaana oo aad markaa macnahoodii garanayso ayaa khayrun ka khayr badan min xifdi waqrayni laba awrarkoodo aad xafidood karka ka qabato oo aanad macnahoodii garanayninna waxa kaaga fiican laba xaraf ama laba kelmadood oo aad markaa qabato marka waxa meeshan loo baahan yahay waa xifdi iyo fahmi waa inaad markaa wixii fahantaa waa inaad xafidooyood markaa qabataa laakiin inaad markaa una tiraad waan dhegaysanayaa ama xifdi aan markaa la soconin fahan iyo aanu wixii aan fahmin taas ayaa markaa meesha lagu diidayaa waidaa tahawana marka uu fudaydsado haddaba ardaygii marka uu fudaydsado filfahmi fahmiga marka uu fudaydsado oo aanu markaa dee sheekhi isku dayn inuu wixii kaga fahmo marka dambe inuu u fiirsado u raacdo oo wixii uu ka dhaadhaco oo markaa dee waxaa la samayn jiray sheekha inaan inta uu wax dhigaya aan meel kale loo jeesanin kadib waxaynu soo sheegnay in haddana kii ugu faanka badnaa inuu soo raaco kadib markaa wixii laysa fahmi waayo sheekhii markaa dib loogu soo celiyo oo la yidhahdo halkaasaanu fahmi weyn ama saa iyo saasaan weyn maxay tahay hadduuse fahankii fudaydsado oo qofkaasuun yacni kitaabkiisuuse haddana saamicuun iska noqdo oo walam yajtahid aanu ku dadaalin maratan oo maratayni mar ama laba jeer aanu ku dadaalin wixii inuu markaa ku celiyo akhrisu fahmo yactaadu dalika taasuu ka caado dhiganayaayo fahan la-aantaasuu markaa ka caado dhiganaya falaa yafhamu alkalaam alyasiir hadalkii yaraa markaa fahmi maayo u dhaadhici maayo dee dabeecaddiisiibaa markaa sidaa noqonaysa oo la qabsanayso waxa uu markaa fahmayaaba ma jirto fayanbagii markaa waxaboon an yajtahida inuu dadaalo sidii uu markaas uga qaban lahaa u xafidi lahaa u fahmi lahaa waa inuu ku dadaalaa ويدعو الله تعالى إلى هايو بريا ويتضرع إليه إلى هاي سلو لقو إلى هاي سبهم بهيو فإنه إلى هاي يجيب من دعاه كبريا ادعوني أستجب لكم إلى هاي وعي لي بريا وأن أجيب دونه مركا فإنه إلى هاي يجيب وأجيب يا من دعاه كبريا ويانا ولا يخيب منه جنيو وامد قوصا وحبس إنك لقي مايو من رجاوك إساقر هجينا إلهي هو جن ما يوفر مدنان إساق ديري ما يوم وأنشدنا وحن آخرين برقب الشيخ الأجل قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنساري رحمه الله إلى ينحرس إملاء للقاضي إملاء بمعنى وشعرا للقاضي أسمنا ذي الخليل بن أحمد السجزي في ذلك شعرا شعر مرقى إملاء يمرقى نوير يو uu noo sheegay shicirkuna markaa waa ka dheeree inoo soo socda markaa wuxuu waa inshadana inshaadkii hore ayaynu u soo marnayo waa gabay markaa cid kale leedahay marka lagu akhriyo asheekh alajallu qiwaamuddiin xamaad bin ibraahim bin ismaaciil asafaaru alansaariyu hore ayaynu markaa sheekhan aynu u soo marnayo markaa tarjamadiisu hore ayay markaa inugu soo sheegnay inuugu soo horumartay imlaan yacnii imlaya markaa shicir lilqaadi alkhaliil binu axmed assajazi sheekhaasi markaa nusqooyinka sarkasi baa qaar dhacday sajajrayshanjira qaar bay dhacday laakiin waa sa aynu sheegnay waa waxa weyn waa siin iyo jiim iyo zayaya azajazi sheekha markaa magacaa leh oo magaciisa markaa alqaadi alkhaliil bin axmed assajazi ayuu markaa ina yidhi waxoogaa markaa way badan yihiin khaliil axmediyadu aada bay u badan yihiin farahidigii baa ka mid ahaa markaa macruufka luqada kan markaa waxay ku sheegeen culimada qaarkood ama qolada mucalliqiin tahay waa alkhaliil binu axmed bin ismaaciil alqaadi assajazi oo markaa magaalada balkhi la yidhaahdo ee markaa khuraasaan markaa magaalooyinkeedii waaweynaa ka mida ayuu sheekh ka mid ahaayo nin faadila
oo markaa sabar iyo socdaal badnaa oo bilaad wara badan markaa galay oo markaa dabaqay oo markaa fiqiga aad u bartay ayuu ahaa markaa خليل كرا يا جروي سقول حنفي على خليل بن أحمد أبو سعيد السجزي إسق الله إلى هذا كن قسي وريجي قل يا مركا معلقين ذا غير كود أي أي واحد يقول شيء يعني خليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم السجزي الحنفي من عالمه مركا يسقول أديب هايو نثري هي النظم في ربض ما لقاه هايو أي مركا أي ولا كل شيء يعني شيخ أسا مركا شعر لا يهي أيان لويري شعر كنا واكن اخدم العلم علم يو خدمة يو أديك خدمة المستفيد متفايدة سنية في يعني شقد يؤكر علم يو شقه وأدم دائما وجهت درسه يعني أخلص الشديسة بعقل حميد عقل مركع مهتصن أما بفعل حميد فعل مهتصن وإذا ما حفظت شيئا مركض وحفظنا أعده كعلي ثم أكيد وأتكي غاية التأكيد أتكين هل كيود بيسي ثم علق قر كي تعود إليه سيئة مركض ونغطو إسيقيا وإلى درجة أغريني على التأبيد سي مركض جوكتا وإذا ما أمند منه فواتا مركض كآمن نغطو وكشعد وآمن نغطنا فانتدب بعده وحدود دكتا فانتدب بعده وحدود دكتا لشيء جديد شيء عصب مع تكرار ما شيء راعشليك وعلى لندنا عديك ووضايا تقدم منه كهريين محاد مرقى أقول دكتا يسا اعتناعان أديك ومرقى اعتنائي الددال المرقى سينيا بشأن هذا المزيد أما اقتنان أديك وخصبانيا بشأن هذا المزيد كان مزيدك مرقى ديراتك أديك وخصبانيا وعشاق الله يهي وأبي هذا مرقى وقبل يخطب العلم علم يهو خدمة أو شقة خدمة المستفيد مدفع إذا سنية خدمة هي الشقة أو كرة سيد مرقى وقو شقة هي مدفع إذا سنية سياسة كرة وقو خدمة بمعنى وحوية ودائم أو شوكتين oo marka sidii aad markaa u faa'iideysan lahayd aad markaa u kororsan lahayd aad u kubcin lahayd waa inaad markaa ku dadaashaa sidii markaa qof dhadhaminayo markaa u khidbeynayo oo kale way waata inuu saatil maana hada imaam shafi'i uu yiri al ilm hur wa talibuhu abd ilmi wa hur ka doorayaana waa adoon fa in khadama al ilm qabila hadu markaa ilmigi u khidmeeyo oo sidii dadaalkii la doonayay markaa uu sameeyo cilmigi uu aqbalayaan fa inta jabbar aleyha du markaa deekii ka madax taagu soo kibriyana fa cilmu awla ay tajabbar aleyh cilmiga ka mudan markaa inuu markaa iska weynayo iska kibriyo dewaato inuu samarin al ilmu harmu lifata al mutaali inuu cilmigu markaa cadaw ku yahay een nigada niyarada ah een deys weynaynaya waxa kale markaa culimada laga wariyay inaadeen العلم بخيل علم جواه بخيل أعديه كلك ليعطيك بعضه لما أنت يسوى ذسي سيو بركي كوسيو مركا تقول لما أنت يسوى ذديبتو إيه داشو إيه وقت يا قرنا لا تكون بحصو مركا سيو بركي كوسينا يا لكن هذا يا رد مركا يزولي من أدون دون مركا هنا دير yar qora qorisa ma yar qora qorisa daa doonto wax gaaga xasilayay wax aad keenaysa midna ma jirtee marka aad isu wada dhiibto ayun baa marka cilmigira barki marka uu ku siinaya waayo cid marka wada gaari kartaaba de ma jirto imaamka way ilaa marka shacabi taabiciga sida wuxuu yiri al ilmu thalathatu ashbar ilmigu waa saddex taako faman nala minhu shibran qofka marka taaka ka gaara ee taagada oo shamaxa bmv sanka ayuu taaga oo uu iskibriyaayo markuu waxooga yar gudagalo ee taakada waraysi maraya musanka taagayo wuxuu qaataa inuu cilmigi wada gaaray wamanaana minhu ashibra thani shibriga labaad ka gaarana saqurad ilayhi nafsu wa alim annahu lam yanalhu markuu shibriga iyo taakada labaad galo ee uu markaa cilmigi waxoogay dhex galo ayaa wuxuu ogaanaya nafdiisa baa yaraanaysa cilmigi inaanu gaarin ayaan markaa ogaanaya
أما شبرية صديحات بليات هكذا صديحات فهيها لا ينال أحدا أبدا يكاية عيد من مجابة من أهل جالس انتاع قاوة رئيسي شبري قاهرة أيو ديكوها الله بايو كوه عدا من ندي أهل غندحي أيو مرقى يسوي نقصه لهذا قار كرنسيك لا يعبرين وحينا العلم ثلاثة أشبار علم قوى صدح تاكبة إلى دين من دخل في شبري الأول تاكده هراك قال تكبر ويس كبري يايو إنه وحي قان بوقاتا ومن دخل في شبري ثاني شبري قال لواد يا تاكده لواد مرهو قد قالنا تواضع مركا مركا سود علمي قولنا نعايو تواضع يوسف ايهو سنجد ومن دخل في شبري ثالث شبري قال صدح هذه التاكد صدح هذا دو قالنا يعلم أنه لا يعلم الشيء وحو قاني إلان وحبه قرنين وحيه روح إيه إلان وحبه باعين أيو مركا قانية مركا داد قاني إمكا إنو لا يابن هاي إدقان قودا إنو لا يابن هاي غرورك إيه إعجابك إيه إسلا يابدو مركا بدني أي كجرتو وحوه يواد شبري قا يتاكدا هرون يهالك يرغوسو غيسون مركا ميريسني وي مركا وحو يخدم العلم علم يو خدمة يو شيء خدمة المسافرين متفايدة سنة أيام خدمة دي أكل يسود وجو شقيه وجو شقيه وأدم دائم يو شوكته درس وأغريسن تيسة بفعل حميد فعل محمود هلا ما هذا يو يعني كل شوكته مرك درس يس يغرس شدي سو فعل كلام ما هذا نيان والحفظ والتكرار بينه وين أدو حقيقة بطه وأدو على لسود مضر هذا راعته تقو على لسوم وإذا ما حفظت شيئا مرقد وحفظه علمي حمدا هل كأكو دينني أعيده كعليو يعني راعو ديبو عليو ديبو صاخري ثم أكيد وأتكى غاية التأكيد أتكين هل كأكو دميسا أيضا أتكى سيان مرقد كاقبحين إن دا مرقد سويسو ثم علقه كدب نقول مرقد قرآن القصبه ويا وحل الى ما حفظ فر وما كتب قر ما حفظ فر وحي لا حفظه قر لا قبطا وفكدا وما كتب قر وحي القران وسغما لانه هذا الذي ليس له القران ده عندنا ما هيش هود راعين لكن وحي القري دواتا الى يومنا هذا اين هين اين اخر سنه مركا قرالك وحي مركا حكمه اما وحي قدبا اي اد مركا مقشا اناد قرتا أرين مهمة ويهم وكي أمرك العلم السيد والكتابة قيده العلم السيد العلم قواه قال والكتابة قيده قرآن القرآن ودبر كيسي فمن الحماقة أن تزيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أحمق لماذا وحك همذا إن أدقر النوك سوق بسطاء مديره أدرتنا هل قاسوا أسكيد يشيد يتربك تلاهضه علم رواسا سوكلا وحي مركا وقاره وحي عد صوه الشيء لقو شيئا بغشو وين قرطا يود مركا سكتا ثم علقوا قر كي تعود إليه ساد ونغطو يو إلى درسه درس كيسا يمرك آخرين ديسا على تأبيد سي چوكتا ساد مركا ونغطا يسي أبدا يولي قد ساد ونغطو مركا قر أيو ليه لأنه وحي لحفظه إنت بدن ويسكتا مركا سقرطو دي مرأة اللي يعني مركا دونتو دون قنيسا والديك إيسا وداخل سبرا اللي يعني مركا دونتو إن هذا أخر دو مركا دو ترتاس ويسا وعولي فإذا ما أمنت إذا يا ما هذي قرال هذا إسراعان ما دو إسكا زائد فإذا أمنت منه فواتا وحا مركا دو أمن غطبك تجد يفك شو إيه مركا وحي فهنتو إيه كوع العريسو إيه هذا قرطو ده وحى مركا قسنت بعد كوع رتوال قاسو كوع لين هاي مركا سيف فوادي تجدي إلا واد وقع من غطو فانت دب واحد ودك دكتا بعده كاد بدي كان مركا ده أتكا من غطي إنه كاف كذا إيه وحى صار نقص ويصير لشيء جديد شيء عصب يا علم عصب حسلين دي يا باب يا فصل غري كتاب خاره إيه دوس يقود بيسام مع تكرار ما تقدم منه أديو أولي بكوع العلين أيا أو راعان أيا أو أخرسان أيا وحي كوريين هل كاكو سيدي أدو كان عصب نوضا أياد كي هورانا مرقا صور راعان إسايو ديبا دو نقون إساو محانا مرقا سيال الله سباني يا اعتنان وحا وي اعتنان وحا لو قد دقيقيا
دي اعتناء يا عناية يا دلال يا أهمية هذه وصيرية بشان هذا المزيد كان مركا زيادة يا نيراتك يا دود هذه وارجي سمركا اعتناء يا دلال سيرية أما اقتناء كسب شو هذه وقسمرة يا لشان هذا المزيد كان مركا عسو أرنكيسة ذاكر الناس بالعلوم اللي تحيا لا تكن مرؤول النهى ببعيد وعلي ذاكر الناس ضدك كلما ذاكرود بالعلوم علومتا مذاكرة هي مركا راعشة هي مركا وعد مركا ضدك أدوسي أغرضات برتو ضدك مذاكرة وقصب علمي لتعيا سيادو نولاتد ولا تكون هنا نقول من أولي النهى كوا عقلية دو صاحبك ببعيد متكفق هنقول ذاكر الناس بالعلوم ضدك مذاكرة إيو لا أغرس إيو وانا وقصب ضدك بالعلوم علوم او بمعرى بروي بر او مركا ادغول سي غدبي لي تحيا سي ادو نولاتو دي قف نولادو نقوتيد او علمي اي علم نول مركا او نقدو ولا تكون هنا نقنن من اول انه ددك عقليه له ببعيد مد كفوك نقنن ددك او عقوش انا كو دوه وا جمع نو ينو يدن عقلي ايا لا يلهدا لانه صحبه ددك عقلي اي غرشد له اخريه دم وخبا لا فايده إنك تمضي العلوم ونسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد إنك تمضي العلوم علوم دي أدبرتها داد غريصو ونسيت والو إلا وسين حتى لا ترى إلا أن لقو أركين غير جاهل وبليد جاهل يبليد وحانحين يعني لقو أركين ما يمي جاهل وبليد وفان درون وحبا قرنين أي لقو أركين ثم ألجمت كذبوا لقو حكم في القيامة نارا أي لقو حكمين وتلممت أما وتلهبت وتلممت واحد كورني مركا في العذاب الشديد عذاب در الأيات كورني ومركا دي الله قوته لدونا أما وتلهبت واحد مركا دي الله أبكي وكقبي وقول الكيد مرا وقسوا قال دونا في العذاب الشديد عذابك مركا درها أيات هكو من دونتا وحاولا يا شيخ إن كتمت العلوم علوم دي أدبرتها داد غريصو وعد مركا أددك أدو أخري ويدو وعند مركا ددك دون هي طالبين دي مركا ادك حجابته ونسيت والو لوسين لانه علمك بحنت اي اخرين دي ايو كزياده مالك ولا بحنت ايو كنو ساما مركا مالك علمك الاسوال ودغيو قيمه علمك دهر يحب ايي كتلمامانو علمك مركا سو ادغت اي مركا سو زيو في سو زياده يا حديث اد قريسه والو لوسين حتى لا ترى إلا أن لقوا أركين غير جاهل وبليد لقوا ملايين مايو جاهل مركا أن وحبا قرانين إيا ميت بليد أن مركا فهن أن لحين يعني وحان هين لا لقوا ملايين يعني واحد قاري وعلمي وادي لابي واحد قاري مرتبا مركا قفا قواركا دي أن وحكا لكم ملايين ميت جاهل أن مركا فهن دران موياني ولما تاهدنا وحكو سيدارين دا صنعه ثم ألجمتا دواتنا وحا لقوا حكمين في القيامة مرد قيامة نارا لجام يحكم النار أي لقو حكمين وتلهبت وحان مركا تشركا وكوك بنايا بالعذاب الشديد عذابك مركا أدخايا درها أي مركا كوك بنايا وحنو إشارة يا مركا أرغن حديثك إمام الترمذي مركا سورين أي أبو هريرة لقى ورين يا نبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علم ونيا مركا لودي علم ومركا قرن يبرتي ثم كتب وكتب نقر والجمع يوم القيامة بلجام من نار حكم النار أي مركا أفقل لو قرين أي وعلم ودي قفقا سيدين دي سيوقا باهن يهي حلال يا حاران وقا باهن يهي قفقا مركا سوق قرن أيوه هذه مركا كقريو دي واحد ويا لمركا حكمها النار با مريد قيامة ويا وهذه دي فتنة هي دباطو أن مركا نفديس أن أقب قرين أي مركا تاسي أي من إيسا أو دي هذه مركا فتنة هي دباطو أقب قريو تايضا دي أن مركا أنو شاكين واحد دباطه مركا كما إيسا تو أن كقا إيمان ميسو درس قيب زرالك أنو قلت والله أعلم فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت. وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.